الرحمن الرحيم، معاكم فيصل السوادي. تحدثنا في آخر فيديو عن أهمية أن يكون عندك استراتيجية كأول خطوة لتحقيق أهدافك في أسواق المال، وتحدثنا أنه كيف هذه الاستراتيجية لازم تكون شخصية قدر الإمكان ومتعود عليها ومتدرب عليها بشكل يعني مستمر، يعني عشان بس ما تكون أنت تعتقد أن أنا جالس أبالغ أو شيء، حتى تصل إلى مستوى أن يكون عندك استراتيجية خاصة بك أنت. أنا ما قاعد أقول، أنا ما أبغى أحد يفهم أنه استراتيجية واحد يجي يحسب أن أنا جالس أقول له استراتيجية خاصة فيك أنك تخترع علم، لا، لا تخترع شيء من عندك. ممكن استخدام بسيط لأي مؤشر، ممكن استخدام مثلا خاص فيك بالسلوك السعري، ممكن استخدام خاص فيك بإليوت، ما يهم إيش المدارس أو المدرسة اللي أنت جالس تتبعها مثلا في التحليل الفني أو الاستراتيجية اللي راح تبني عليها طريقة دخولك في السوق، تحقيقك للأهداف أو مستويات وقف الخسارة. لكن الأهم أنك تكون أنت، هذه طبيعية جدا بالنسبة لك، مو كل مرة يعني يصير عندك اللي يسمونه second guessing أو التفكير التخمين الثاني، أو أنك لا خليني أتصل بفلان أسأله مناسب للدخول ولا لا، خليني أشوف جدول الأخبار. وطبعا أنا أشوف كثير الناس كثير تفكر بموضوع الأخبار وتأثيرها على السوق. بصراحة الموضوع هذا لازم أن تشيله من بالك نهائيا، موضوع الأخبار وموضوع تأثيرها على السوق. إذا لو أنك أنت كان عندك استراتيجية، خليني أعطيك إياها باختصار. إذا أنت لما تفتح الصفحة تفتحها بدون تفكير، بدون تفكير، بدون ما تضيع ذرة واحدة قاعد تفكر في الصفقة هذه، معناها أنت الآن عندك استراتيجية للتداول. هذا الموضوع يعني أنا ابتسمت، لأن هذا الموضوع دائما لما أتحدث فيه مع الناس وأقول له اشتغل بدون تفكير يقول لي كيف أشتغل بدون تفكير؟ لازم يعني أفكر في الصفقة. لا لا، أنت المفروض ما تفكر فيها. هل أنت تفكر لما تقود السيارة؟ هل أنت تفكر لما تبغى تروح المطعم وتطلب أكل؟ هل هذه الأشياء تحتاج منك تفكير؟ لا، هذه أشياء أنت تعودت عليها. لما أنت جالس تتفكر زيادة عن اللزوم في الاستراتيجية أو في الدخول، معناها أنت إلى الآن ما عندك استراتيجية. الأمر الآخر المهم جدا بالنسبة للاستراتيجية، وهذا راح نكمله برضو أيضا في الفيديو القادم، الأهم من الاستراتيجية هو الالتزام الحرفي بدون حياد عن الاستراتيجية. أحد أساطير السوق المعروفين ريتشارد دينيس قام بتجربة معروفة جدا في الثمانينات، أحضر أكثر تقريبا من 15 إلى 20 شخص وعلمهم استراتيجيته في التداول، وطلب منهم إذا يعني مثلا زي أنا مثلا أقول لك الآن تعال عندي الداول، أمسك لي هذه المحفظة، إذا صار كذا تفتح صفقة، إذا صار 1 2 3 تطلع من الصفقة، إذا ما صارت الأشياء هذه تستمر بالهدف وفقط. هذه أنت المفروض تكون الاستراتيجية اللي شغال فيها. ففي أحد اللقاءات طبعا بعد ما درب هؤلاء 20 أتذكر الرقم كان 23 شخص دربهم على طريقة الدخول والخروج الخاصة به، وصار اسم التجربة تيرتل تريدينج. فسأل أحد الصحفيين بعد ما انتهى المشروع وحققوا تقريبا الرقم المذكور، تقريبا كان بحدود $200 مليون، فأحد الصحفيين جالس يسأل ريتشارد دينيس بعد ما طلعوا من عنده هؤلاء المضاربين اللي هو دربهم وبدأوا ينشروا هذه الطريقة للعلن. بعضهم أصبح يكتب كتب، بعضهم أصبح يقدم دورات، بعضهم أصبح يطلع يتحدث للببليك سبيكينج اللي يتحدث للعامة ويشرح لهم الطريقة. فسألوه هل أنت متضايق أنه الناس اللي أنت دربتهم ومسكوا لك المحفظة واشتغلوا معك قاموا بنشر هذه الاستراتيجية للعلن؟ قال لا، لأنه لا يهم الاستراتيجية بحد ذاتها، المهم هو التزامك بها. وتحدث قال ربما أكثر من 1000 شخص راح يتعلموا الاستراتيجية، ما يطبق منهم إلا شخص واحد فقط، ولن تستطيع أصلاً. يعني أنا اليوم لو أجي أقول لك مثلاً بشكل كذا، اشتري لما يوصل السعر مستوى دعم، كل ما يوصل السعر لمستوى دعم اشتري. هل هذه في بعض ممكن يعتبرها استراتيجية؟ طبعاً تحسين هذه الاستراتيجية، لكن مين اللي راح يلتزم فيها؟ ما راح يلتزم فيها إلا شخص واحد فقط، هو اللي تدرب على هذه الاستراتيجية لآلاف الساعات، آلاف الساعات. الخبراء تحدث عن هذا الموضوع، أن الموضوع الاحتراف المهارة الواحدة يحتاج إلى آلاف الساعات حتى تصبح طبيعية جدا بالنسبة لك. إن شاء الله نكمل في الفيديو القادم كيف ممكن تحسن من أدائك أكثر من ذلك.
حتى ذلك الوقت دمتم بود، وكان معكم أخوكم فيصل السوادي، وشكرا لكم.